الإخوة، للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية مراسل أكسترا نيوز عوض الغنام. إذا عوض، بعد الترحيب بك، يعني اليوم كان الاجتماع الأسبوعي للحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، صف لنا أهم القرارات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بانخفاض الأسعار ومتابعة السلع في الأسواق، وأيضا الشأن الآخر الذي تم مناقشته وهو القضايا التي تدور حول المنطقة سواء الإقليمية أو الدولية. خالص التحية، هناك من المعتاد دوما في مثل هذه الاجتماعات الأسبوعية للحكومة المصرية سواء هنا في مقرها الدائم بالعاصمة الإدارية عاصمة المستقبل أو في المقر الغير دائم في وسط البلد، هناك دوما هناك إما بيان سياسي يلخص ويؤكد المواقف المصرية الثابتة على عدد كبير من القضايا الإقليمية والدولية، أو الخروج ببيان آخر خاص بعدد من القرارات التي تصدر من خلال الحكومة المصرية. إذا بدأنا بالبيان السياسي والذي أتى في بداية بالإشارة إلى الاجتماعات المكثفة التي عقدتها قيادة الدولة المصرية رئيس عبد الفتاح السيسي بعدد من الشخصيات الدولية مؤخرا هنا بالقاهرة لمتابعة التطورات الخاصة بالأحداث الإقليمية والدولية، والإشارة والإشادة بهذا الجهد المبذول الذي تقوم به القيادة السياسية لمصر من خلال تكثيف منابع العنف في المنطقة وعبور هذه الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط وتداعيات الأزمة في قطاع غزة. وكما أسلفت في البيان السياسي، هناك جزء يبدو أنه بات ثابتا في كل البيانات التي تصدر عن الحكومة المصرية بشأن الدعم المبذول والجهد الذي لا يتوقف على مدار الساعة من كل مؤسسات الدولة المصرية تجاه تطورات الأوضاع في قطاع غزة سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الخاص بالدعم من خلال منظمات المجتمع المدني التي لا يتوقف العمل بشأن بذل كل الجهود لتقليل هذه التبعيات العبء للأسف الذي ما زالت تداعيات هذه الأزمة مستمرة في قطاع غزة. أما عن القرارات الأخرى فهناك عدد من القرارات بالفعل قد صدرت من في اجتماع هذه الحكومة، لكن البعد المحلي أو الاقتصادي حاز نصيب أعظم من بيان الحكومة اليوم. حينما تحدث البيان على أن رئيس الوزراء في هذا الاجتماع ناقش باستفاضة التحديات التي تواجه توفر السلع والعمل دوما من خلال اجتماعات أسبوعية سواء داخل مقر الحكومة أو اجتماعات أخرى في المحافظات بشكل دوري يرأسها كل محافظ لتوفير هذه السلع والرقابة على الأسواق وإمكانية وصول هذه السلع إلى المواطنين. النقطة الأخيرة هي خاصة بالملف الاقتصادي وتقديم كل الدعم اللازم من الدولة المصرية وتحديدا هو نتحدث عن مؤسسة الحكومة المصرية لدعم التصدير والمصنعين، وهذا ملف مهم للغاية لأن له علاقة تبعية بتوفير العملة الدولارية والعملة الصعبة بمعنى أصح من خلال تقديم كل الدعم اللازم للمصدرين والمصنعين المصريين. على كل حال نحن بانتظار مؤتمر صحفي سينعقد بعد قليل، ربما بعد أقل من ساعة من الآن هنا داخل مقر الحكومة لرئيس الوزراء، سيستعرض فيه كل الجهود المبذولة من الحكومة المصرية ومؤسساتها المختلفة لتوفير السلع وضبط الأسعار في ضوء التعاون الذي يتم مع عدد كبير من جهات الدولة المصرية ومنها الجهاز المصرفي المصري. النقطة الأهم هو غياب عدد من الوزراء اليوم من المجموعة الاقتصادية نظر الاجتماعات تتم الآن في واشنطن لصندوق النقد الدولي، وبالتالي الحضور الأبرز سيكون في هذا المؤتمر الصحفي هو لرئيس الحكومة المصرية من خلال هذا المؤتمر الذي سيلخص الدور الذي تقوم به الحكومة المصرية بالتنسيق مع عدد كبير من الجهات لتوفير السلع وكذلك ضبط الأسعار في الأسواق المصرية. على كل حال بعد قليل سيكون هناك صورة خاصة على إكسترا نيوز سنتابع فيها طبيعة هذا المؤتمر وأهم ما سيخرج به إن شاء الله. ونحن معك عوض الغنام في انتظار وقائع المؤتمر الصحفي. الحقيقة أنا بشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به من معلومات. عوض الغنام مراسل إكسترا نيوز، شكرا جزيلا لك.